استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق اول توت جولواك مستشار رئيس جمهوريه جنوب السودان للشؤون الامنيه صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان الفريق اول توت جولواك قد سلم رئيس السيسي رساله من الرئيس سلفاكير بشان سبل تعزيز العلاقات الثنائيه المتميزه بين البلدين الشقيقين بالاضافه الى استعراض تطورات الاوضاع في السودان والتشاور حول الجهود الراميه لتسويه الازمه حفاظا على سلامه وامن الشعب السوداني. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق اول توت جلواك مستشار رئيس جمهوريه جنوب السودان للشؤون الامنيه بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الفريق أول توت جلوك سلم السيد الرئيس رسالة من أخيه الرئيس سيلفا كير حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين بالإضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في السودان والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظا على سلامة وأمن الشعب السوداني الشقيق وخلال اللقاء تمت الاشاره الى خطوره التحديات التي تواجه السودان في هذا الصدد على الاصعده الانسانيه والامنيه والسياسيه، مع تاكيد اهميه تشجيع الاطراف السودانيه على تثبيت الهدنه والانتقال الى وقف شامل ودائم لاطلاق النار، بما يسمح بايصال المساعدات الانسانيه وتقديم الاغاثه وافساح المجال لاطلاق حوار بناء لحل الخلافات وتسويه الازمه، ومن ثم استكمال المسار الانتقالي والعملية السياسية على النحو الذي يحافظ على وحدة وتماسك الدولة ويحقق تطلعات الشعب السوداني ويصون مصالحه العليا